التمرين التكنيك الثالث هيبقى عبارة عن ان احنا هنلعب open 1 2 3 4. خلصنا 4 هنسلايد 1 للفريت الثاني. خلصنا 4 هنسلايد 1 للفريت اللي بعده. يعني كل ما بخلص الاربع صوابع بنقل للبوزيشن اللي بعده. وصلت الفريت ال 12 بالصباع الرابع هبدا اعكس الحركه اللي انا كنت جاي بيها. يعني العب 4 3 2 1 4 3 2 1 4. مش هسرع غير لما يبقى الصوت بيطلع معايا مظبوط. يعني ما اسرعش والعب نعمات غلط، لازم السرعه تيجي مع الدقه. خلصت الوتر الاول هعيد نفس الكلام ده على الست اوتار التانيين. حاجه مهمه قوي ان صبع الابهام في ايد الشمال ما يتاخرش ورا، يعني مش بعد ما انقل انا نقلت وصبع يفضل مكانه يبقى بيتاخر ورا، لازم كل ما بنقل صبع بينقل معايا، صبع الكبير لازم ينقل معايا. اوكي، صبع الكبير دايما مكانه ورا صبع رقم 2 او ما بين 2 و 3. كل ما بنقل ايدي، كل ما بنقل بوزيشن من بوزيشن 1 ل 2، صبع الكبير بيتنقل معايا، بس طبعا هو مكانه في النص تحتاني منك. الكلام ده هنكرره على حد ما نوصل للوتر السادس. لان الوتر الخامس والسادس صعبين شويه هنبطئ فيهم السرعه شويه وهكذا. كده ده التمرين التالت.